المخرج أحمد فؤاد والفنانة هالة فؤاد والمخرج هشام فؤاد والنجم الصاعد الوجه الجديد اللي بيبتدي في شارع النجاح اللي هيقدم لنا أعمال كبيرة هيثم أحمد زكي. مساء الخير يا أستاذ هيثم. مساء الخير. مش عاوز تطلع على الشاشة؟ عارف التلفزيون؟ احنا دلوقتي طالعين على التلفزيون، خلي بالك اهو. شايف مين هناك؟ في ماما نجوى اهي. قولي يا هيثم، انت عملت افلام مش كده؟ عاملين زيت العصافير دول مش كده؟ مش انت عملت فيلم عيد ميلادك؟ في الفيديو تتفرج عليه في التلفزيون. طب احنا على بال ما تاخد على الجو شوية، عن اذنك يعني هنكلم جدو ومامي وبابي. اوكي خالو. خالو. دلوقتي احنا انا عاوزة اعرف يعني طبعا الوالد والابنة والابن والحفيد بيشتغلوا في نفس المجال. الحفيد لسه بدري عليه وما نعرفش اذا كان هيشتغل ولا لا، دي حاجة بتاعته هو. قد كده كنت معجبة بالمخرج احمد فؤاد ان انت اول ما ابتديت يعني تبقي عايزة تمارسي نشاط، كنت بتمارسي النشاط الفني؟ هو طبعا كل فتاة بأبيها معجبة يعني لازم. لكن مسألة النشاط الفني انا بختلف معيش مع بابا في وجهة نظره بان الفن يورث. انا في رأيي الفن ما بيورث، هو طبعا لما بيكون الجو المحيط بالفنان او بالانسان اللي عنده الموهبه دي منذ صغره مشجع على ان الموهبه دي تنمو، طبعا بيبقى شيء عظيم، وخصوصا لما يكون في بيت فني. لكن مش بالضروره لازم يكون هو اساسا وارث الفن ده، لان الفن ده والاحساس بالفن والموهبه ده شيء بيخلق في الانسان. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوهب انسان موهبه معينه او ما يوهبوش، زي ما يكون في واحد صانع ماهر جدا واحد مش ماهر، ده ما بيبقاش كلهم متعلمين بطريقه واحده، لكن ده بينفذ بطريقه فيها شيء من الابداع. فقدره على الابداع دي لا تورث اطلاقا في رايي. لكن مساله ان انا معجبه، طبعا كنت معجبه بابا جدا وانا صغيره، وكنت بحب بشكل عام ان انا اكون مشتركه في. وانتي صغيره لما كبرتي اختلف الوضع؟ هو طبعا لا، انا مش قصدي. لا والله ما زلت معجبه.